السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم فرض من فروض المراقبة المستمرة اللي كيخص مادة النشاط العلمي بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي، المرحلة الثانية من فروض المراقبة المستمرة، الدورة الأولى، الموسم الدراسي 2021-2022. إذا هذا الفرض غادي يخص مادة النشاط العلمي، وعندي هنا 5 ديال الأنشطة، 4 ديال الأنشطة باللغة العربية ونشاط واحد باللغة الفرنسية. صافي، إذا نبداو بالنشاط الأول. النشاط الأول عليه جوج ديال النقط، أتمم بما يلي. إذا غنكملو بهاد الكلمات هادو: الكافي، الجهاز، المخدرات، الكحول. للمحافظة على العصبي يجب النوم شي حاجة وتجنب المواد الضارة به كالتبغ وكذا وكذا. ده المحافظة على ماذا؟ العصبي. على واش؟ على الكافي العصبي؟ لا، على الجهاز العصبي. إذا باش نحافظو على ماذا؟ باش نحافظو على الجهاز العصبي. الجهاز العصبي. للمحافظة على الجهاز العصبي يجب النوم الكافي. النوم الكافي، صافي. وتجنب المواد الضارة به كالتبغ. إذا المواد التي تضر بالجهاز العصبي التبغ والمخدرات والكحول كذلك. والكحول. نشاط رقم 2، توا عليه جوج ديال النقاط، حدد نوع التغير في كل حالة بكتابة تغير كيميائي أو تغير فيزيائي. هنا عندي 4 ديال التغيرات، غادي نحددهم ولا غادي نحدد واش تغير كيميائي ولا تغير فيزيائي. حنا كنعرفوا بأن التغير الكيميائي هو تغير غير انعكاسي، انعكاسي ياك، وهنا تغير فيزيائي هو انعكاسي، تغير انعكاسي. غير انعكاسي لا يمكنه أن يعود إلى حالته الأصلية، بينما تغير انعكاسي يمكنه أن يعود إلى حالته الأصلية أو للحالة البدئية. تسوس الأسنان، عندما تتسوس الأسنان هل يمكنها أن تعود كما كانت؟ لا. إذن هو تغير كيميائي غير انعكاسي. صافي، غير انعكاسي. تجمد الحليب، تجمد الحليب، واش الحليب ملي كيتجمد ما يمكنلوش ينصهر ويرجع لنا حليب سائل؟ يمكن له. اذا تغير فيزيائي انعكاسي. انعكاسي، مزيان. ثالثا، عندنا ذوبان الملح في الماء، واش الا ذوبنا واحد شويه ديال الملح في واحد الكاس به ماء، واش ما يمكنناش نفصلوهم ونحصلوا على ماء بوحدو وملح بوحدو؟ يمكن لنا. إذن تغير فيزيائي كذلك، تغير فيزيائي انعكاسي. صافي. تعفن التفاح، التفاح يكون طازجا لونه أصفر أو أخضر أو أحمر، ثم بعد ذلك بعد مدة يصبح لون الأصفر كيصبح ذاك اللون عبارة عن لون بني فيه كدمات، إذن يصبح غير صالح للأكل، يعني متعفن، وبالتالي كتغير الحالة ديالو، كيتغير الشكل ديالو، كتغير كذلك التركيب، كيتغير كذلك التركيب ديالو، بالتالي هو تغير كيميائي. كيميائي غير انعكاسي. وبطبيعة الحال ما يمكنش داك التفاحة ترجع من التعفن إلى حالتها الأصلية. نمر إلى النشاط الثالث. النشاط الثالث، أتمم النص باستعمال الكلمات الآتية: النخاع الشوكي، الأعصاب، المخ والدماغ. إذا هذا النص اللي عندي هنا غادي نكملو بالنخاع الشوكي، بالأعصاب، بالمخ والدماغ. يتكون الجهاز العصبي للإنسان، إذا حنا كنعرفوا بأن الجهاز العصبي للإنسان كيتكون من ثلاثة ديال الحاجات، ثلاثة ديال المكونات: الدماغ، النخاع الشوكي، والأعصاب. مزيان. إذا يتكون الجهاز العصبي للإنسان من الذي يتكون بدوره من المخيخ والبصر السيسائي. الذي يتكون من المخ والمخيخ والبصر السيسائي هو الدماغ. من الدماغ الذي يتكون، هذا الدماغ هو بدوره يتكون من المخ والمخيخ والبصر السيسائي. إذا مشينا المخ ومشينا الدماغ. إذا يتكون الجهاز العصبي للإنسان من الدماغ الذي يتكون بدوره من المخ والمخيخ والبصل السيسائي، كما يضم الجهاز العصبي، إذا وكذلك أيضا يضم الجهاز العصبي النخاع الشوكي، كيضم النخاع الشوكي وشبكة من الأعصاب.
أعصاب. إذن فيها النخاع الشوكي، وكذلك هنا أعصاب، هذه الأعصاب اللي كتكون على مستوى الجسم كامل. إذن بالنسبة للدماغ، بالنسبة للمخ، المخ كيكون على مستوى الدماغ. بالنسبة للنخاع الشوكي كيكون على مستوى العمود الفقري. بالنسبة للأعصاب كتكون على مستوى ماذا؟ على مستوى جميع أنحاء، أنحاء الجسم. صافي، أنحاء الجسم. غندوزو لاكتيفيتي اللي هو 4 نورمالمون، اكتيفيتي 4 كي اون فرونسي. لي زورغان ريسبونسابل دو لا سنسيبيليتي كونسيونت سون اونتور لا بون ريبونس. دونك هنا كيقول لك الأعضاء المسؤولة على الحساسية الشعورية. إذا هذه الحساسية الشعورية، شنو هما الأعضاء المسؤولة على الحساسية الشعورية؟ واش هما لي موسكل، العضلات، ولا لي زوز اللي هما العظام، ولا لي زورغان دو سونس يعني أعضاء الحس؟ إذا بطبيعة الحال أعضاء الحس هما المسؤولين على الحساسية الشعورية. دونك لي زورغان ريسبونسابل دو لا سنسيبيليتي كونسيونت سون لي زورغان دو سونس. صافي. النشاط السادس أو النشاط الخامس والأخير، وعلى ثلاثة ديال النقط، والسؤال هو أجب بصحيح أو خطأ. إذا كانت العبارة صحيحة سنكتب صحيح، إذا كانت العبارة خاطئة سأكتب خطأ. يوجد المخ داخل الجمجمة. إذا المخ كيتواجد من طبيعة الحال داخل الجمجمة، إذا هي عبارة صحيحة. إذا المخ يوجد داخل الجمجمة على مستوى الدماغ. صافي، إذا صحيح. رمي الكرة بالرجل هي تحركية إرادية. إذا إذا ضربت الكرة برجلي هي تحركية إرادية، يعني هذيك حركة درتها بالإرادة ديالي. نعم صحيح. لمس إبريق ماء ساخن بالصدفة حركة إرادية، يعني لمس واحد الإبريق، أنا قست واحد الإبريق بالصدفة، صافي، واش هي حركة إرادية؟ العكس، هي واش أنا غنأدي بيدي التهلكة، واش أنا غنحرق، نبغي نحرق يدي؟ لا، إذا هنا خطأ، هذه تحركية غير إرادية، صافي. توجد الأعصاب في جميع أنحاء الجسم، صحيح، احنا قلناها، الأعصاب كاينة في جميع أنحاء الجسم. أي عضو فيه أعصاب؟ نعم. المخ يتدخل في التحركية اللا إرادية. إذا هنايا واش المخ يتدخل في التحركية اللا إرادية؟ من طبيعة الحال لا، حيتاش لا كان كيتدخل في التحركية اللا إرادية ما غاديش يوقع لنا ديك الآفات. مثلا ما غاديش نحرق أنا يدي حين لمسي ماء ساخن أو لا إبريق ماء ساخن. وبالتالي هنايا المخ يتدخل في التحركية اللا إرادية، خطأ. هنا تتحكم الباحة الحركية اليمنى في حركات النصف الأيمن للجسم. هنا العكس، عندنا في الرأس باحة حركية يمنى كتكلف بالحركة ديال اليسار، والباحة الحركية اليسرى كتكلف باليمين. صافي، إذا هنايا هذه عبارة خاطئة. خطأ. إذا يوجد المخ داخل الجمجمة، صحيح. رمي الكرة بالرجل هي تحركية إرادية، صحيح. لمس إبريق ماء ساخن بالصدفة حركة إرادية، هي خطأ. توجد الأعصاب في جميع أنحاء الجسم، صحيح. المخ يتدخل في التحركية اللا إرادية، خطأ. تتحكم الباحة الحركية اليمنى في حركات النصف الأيمن للجسم، خطأ. هنا هي الصحيح، وهو تتحكم الباحة الحركية اليمنى في حركات النصف الأيسر للجسم. وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص فرض النشاط العلمي بالنسبة للمستوى السادس ضمن فروض المراقبة المستمرة المرحلة الثانية موسم الدراسي 2021-2022. خليتكم على خير، كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.